يوم اجتمعت لجنة الاقتصاد كان موضوعنا هو متابعة المشاكل يلي عم تعرض لها شركات التأمين في لبنان. هيدا اللقاء كان كتير مثمر لأنه نحن بعد ما صار تعيين لرئيس للجنة الرقابة على شركات التأمين من وزارة الاقتصاد بمسعى من لجنة الاقتصاد، حبينا نحن نتواصل مع الطرف الآخر لنفهم شو المشاكل اللي عم بيتعرضوا. تسمعنا للقطاع ككل غير موضوع شركة المشرق يلي نحن استمعنا له وكان لنا رأي فيه بجلسات سابقة، وهذا موضوع اليوم عم بيتداول بالقضاء.